صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل استبدال حكم الله تعالى بالقوانين الوضعية يعد تفضيلا لتلك القوانين على شرع الله تعالى؟ نعم، إذا كان يرى أنه جائز، أن هذا جائز، أو أنه يستوي حكم الله وحكم القانون مخير، أو أن القانون أحسن، فهذا كافر في جميع هذه الأحوال. أما إذا اعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم القانون باطل، ولكنه حكم به إما لطمع أو لهوى في نفسه، فهذا عاصي، وهذا كافر كفرا أصغر وعاصي، عليه التوبة إلى الله عز وجل. أما النوع الأول فهو الكفر الأكبر المخرج من الملة. نعم.